آخر، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ إن الشركة المدعية على الصندوق بقضية اتفاقية بيع الأسهم رفعت دعوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا في جنيف مطالبة بفسخ قرار التحكيم بتاريخ 23 من أيلول الحالي من دون دفع رسوم الدعوى البالغة 100,000 فرنك سويسري. وقال الحافظ في بيان صحفي إن رفع الشركة المدعية الدعوى جاء بعد صدور قرار التحكيم لصالح الصندوق ورد الدعوى وإمعانا من الخصم في استمرار التحايل والتزوير وإطالة أمد التقاضي.